السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم يا جمهورنا الغالي. عدنا لكم والله يجعل ما نقول خلل فني، نقول العيد الفني يجعله عيد خير إن شاء الله. والله يجعل رجعتنا رجعة خير وبداية خير. آلية المسابقة شرحتها لكم أمس، بس اليوم تكملة لعيدنا أمس مع المتسابقين. في متسابقين لم يحضروا معنا اليوم لكن لهم جزاء ولهم عقاب، لكن جبنا بدالهم اثنين على حسب النقاط. مهم مني من فريق الإعداد والجروب اللي شغال معهم. فأول متسابقين بدال فلاح القرقاح اللي هو خلف القحطاني، نقول يا مرحبا يا خلف. الله يرحب بك أخويا ثامر. مايكك يا خلف. مايك شغال. أول شيء أعتذر من الجمهور على تواجدي في هذا المكان جبر الذي لم أعتاد عليه ولم يعتاد الجمهور تواجدي فيها، لو هو البرايم لمحافظتي وحرصي على نقاطي. لكن بإذن الله أني برجع بقوة الجمهور، ترجعوني بإذن الواحد الأحد وبثقافتي في الأسئلة إن شاء الله. والله يعدي هذا المطلوب الأخير. طبعا نرجع ونقول لكم الحين حنا في الجولة الأخيرة، ألا وهي جولة اللي تحبونها واللي يحبها المتسابق، اللي هي جولة تنقذ محبك. يا مرحبا يا سعود، عقب تأخيرك راجع لك. إذا أنت تحاب تشوف متسابقك أو محبك معك في القرية ومعك في الروشن، اتصالك هو اللي بينقله. الرقم موجود عندكم، بيظهر لكم على الشاشة الرقم على الشاشة. حسب اتصالك ومحبك فهو بيرجع معنا. راح ناخذ 4 اتصالات فقط، 4 اتصالات لكل متسابق. كل متسابق له اتصال من محبه يرجع للقرية، والمتبقي معنا 2. وعاد 2 الجولة الأخيرة بنعلمكم آليتها وش. لكن الحين أقول ميد إخواني، أول شيء